أحب أن أذكر فائدة ولا تنسوا إخلاص النية لله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار، كلمة لزم يفهم منها الإكثار والملازمة، يعني أن يكثر الإنسان في ليله وفي نهاره من أن يقول أستغفر الله أستغفر الله باللفظ الصحيح، يعني كأن يقول عقب كل صلاة مثلا 200 مرة أستغفر الله أستغفر الله، حتى يكون مكثرا، يعني إذا قالها في يومه وليله 1000 مرة يكون مكثرا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. وما أكثر الأمور التي تصيب الإنسان في ليله وفي نهاره. ومن كل ضيق مخرجا، الله تعالى يهيئ لك السلامة من المضائق، أي من الشدائد والنكبات التي تنزل بالناس. فمن لزم الاستغفار يخفف الله عز وجل عنه هذا، وييسر له الأمر الصعب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني معناه من حيث لا يظن أن الرزق يأتيه. فإذا بأسباب الرزق تتهادى فتوصل إليه رزقا لم يكن في حساباته. يعني الواحد منا يعرف أنه مثلا ينزل على دكانه يبيع ويشتري، يظن أن هذا يأتيه منه رزق. موظف آخر الشهر مثلا يعرف أنه بيجي راتب كذا وكذا وكذا، رزقه معروف سببه. لكن ربنا سبحانه وتعالى قد يهيئ للواحد منا رزقا يصله من غير أن يحسب لهذا المال أو لهذا الرزق أدنى حساب. من أكثر الاستغفار يرزقه الله من حيث لا يحتسب.